دائما كنقول السادة الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، يعني ملي كنكونوا في الحكومة، الله يخليكم، تبسيط المساطير، حاولوا تجيبوا لي في كل اجتماع في كل مجلس الحكومة فكرة نقصوا على المواطنين هذاك العبء ديالي يمشي للإدارة ويجيب واحد الورقة ولا يطلع ولا يهبط ولا يتلاقى مع شي واحد باش يعطيه ورقة. حاولوا ديروا الديجيتال، حاولوا تجيبوا لي تسهيلات. انتم شفتوا السيد وزير الداخلية يعني المرة الفايتة جاب لنا ياك شي ديال الزدياد وقيلة ديال الولادة وجاب سميتو. حنا كنشتغلوا بجدية ومازال الحكومة مطلوبة أنها تجيب إمكانيات إن شاء الله باش تحسن العلاقة مع الإدارة، باش يكون ديجيتال واحد الوسيطة، هو اللي خصو يكون وسيطة هو الديجيتال، واحد الوسيطة اللي هو إيجابية.